فالراجل طلع اتكلم. بعد كده النيابه، نيابه المنيا، قررت حبس 19 من حوالي 38 كان تم القبض عليهم، ده يوم الحد. في نفس اليوم برضو يعني حبس 19 متهم في احداث قريه دمشاوي. يوم الحد برضو صدر بيان عن بيت العائله، بيت العائله في المنيا. انتوا عارفين بيت العيله ده بيت متاسس يعني على راسه شيخ الازهر والبابا توادرس، وموجود في كل محافظه، وهو يعني اقرب ما يكون الى هيئه كده بتبحث في هذه المشاكل، يعني تقعد تحل. اصدر بيان يوم الحد، احنا الحكايه حصلت الجمعه، السبت عدى، الحد النيابه اشتغلت، بيت العيله اصدر بيان ادان فيه ما جرى وطالب بتطبيق القانون بشكل واضح ضد مخربي منازل الاقباط. طيب يبقى ده احنا بنتكلم هنا في يوم، في يوم الحد. يظهر بقى البابا توادرس. بابا توادرس كان موجود في احتفاليه مئويه مدارس الاحد في وادي دجله، واتكلم بشكل واضح عما حدث في المنيا، وقال يا جماعه انه الكنيسه جرى عليها كتير وشافت كتير، وانه هذه الاحداث لن تزيد الكنيسه الا قوه وصلابه. يعني هذا الاعتداء لن يجعل الكنيسه تتراجع او تضعف، ولكن الكنيسه قويه. وكان مهم جدا انه البابا قال رغم الشائعات الكاذبه التي ينشرها اعداء الخير الا ان الكنيسه تنمو وتزدهر. فهنا موقف البابا كان واضح جدا. بمناسبة البابا بقى، في نقطة مهمة جدا. في ناس خدت صورة للبابا توادرس، وأنا هنا لا أناصر البابا توادرس أو لا أخذ صفه يعني. في الفترة دي كان البابا توادرس بيحضر مؤتمر شباب العالم اللي هو كان اسمه العودة للجذور، عقده هو لأبناء الجيل الثاني والثالث في الكنيسة، وكانوا موجودين، وكان في محاضرات للتربية الروحية، وكان في محاضرات للتعريف بأوضاع مصر الحالية، تحديات مواجهة الإرهاب، النمو الاقتصادي وهكذا. فالناس خدوا صورة للبابا توادرس وهو بيتصور سيلفي مع الشباب اللي موجودين أهي، دي الصورة بتاع البابا، يعني الشباب هم موجودين في القاعة وراه، فهو تصور صورة سيلفي معاهم تخليدا للحظة، ودي صورة تانية اتصور معاه. ناس عابت، معلقين على هذا الحدث عابوا على البابا وحطوا الصورة دي، حطي لي الصورة دي يا جواري كده جنب صورة الراجل اللي قاعد قدام البيت حاطط ايده على خده، صورتين يعني، في صورة انا وريتها لحضراتكم من صور اهو. الناس حطوا الصورتين جنب بعض، وقال لك في الوقت اللي انه المسيحي اللي المسيحي ده قاعد قدام بيته، بيته متهدم، البابا بيتصور سيلفي مع الشباب. وكان في هذا نوع من يعني الانتقاد للبابا والتعريض بموقفه. طيب خلينا نفصل، لانه انا مش حابب لما يبقى في مشكله في البلد فكل حاجه تتوه من ايدين. هو البابا راس الكنيسه لديه مهام كثيره جدا، من بينها متابعه موضوع المني، لانه هو في الاخر هذا اعتداء مش هيوقف كل أنشطة الكنيسة، ومش هيتفاعل مع أنشطة الكنيسة لحد ما يحل موضوع المني، لأنه النهاردة مثلا الأنبا موسى موجود، راح وقابل أسر دمشاو هاشم وطيب خاطرهم، وبلغهم أنه الكنيسة بتاخد يعني إجراءاتها، والناس مش هتسيب ما حدث يتم بهذا الشكل. كويس؟ فأنا بس قلت ما ينفعش إنه الناس كل حاجة تتوه مننا، فيقول لك البابا فين؟ البابا بتصور هنا والناس واقفة، أو الناس قاعدة حاطة إيد على خدها، مهانة وتم إذلالها وتم سرقتها، ومحرومين من إن هم يصلوا في بيت ربنا أو يصلوا عموما. النتيجة في الآخر إيه؟ طيب الأنبا مكاروس بيطالب
وده طبيعي جدا بتعويض المتضررين في دمشاوي.